في مقعد واحد. محمد الملحم صوتر هذا الشيخ شمل الكواكب كلها. اللعب بلا بلا لا ثانية 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 تعال من هناك لابي الحركة نفسها قبل شوي. ثانية ثانية تعال تعال يا سلام يمشي كنا البيدان لابوه. يا سلام شيخ شمل الكواكب هذا 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 الشخص المورد لنا في أبحاثنا وروحاتنا كلها وكل. أنت شيخ تسمعني؟ هلا أبوي. سؤال. هلا أبوي. أنا أدري إنه حلم لك من أيام الطفولة إنك توصل للسماء. على حسب دعمك اللي جانا قررنا نجيب لك مركبة توصل معنا للسماء. حياك تبي تروح؟ هلا أبوي. المركبة أنا عندي مركبة خاصة فيني. يعني بتوصل بها السماء؟ نعم بإذن الله. أي مركبة؟ مركبة قناة الواقع الفضائية. يا سلام يا سلام يعني أنت رفضت أنك توصل وتروح مع الباحثين طيارة للسماء. قلت أنا أجي في البزنس 3 لم بزنس 3 مكانها السماء والنجوم. نعم نعم. شيخ شمل الكواكب سم يليه تكون جالس معنا. جيب لي الكرسي بالله. سم طال عمرك. حط الكرسي اللي بالله هنا ولا هنا. يا طويل العمر اللي كل ازعجناك بالكرسي. لا يا حبيبي. طيب احنا يا طويل العمر عندنا رحله جايه يعني يا ليت تعرف الموضوع العب. هذا بخليه على جنب مهذل يا ليت تجي شوي. يا سلام سلام الفضائيين كذا. الشيخ عنده 7 حصانات. انت وش عندك؟ انا اي انا دائما اركز لغرنا الثانيه انا الاول والثاني. طيب افتح مايكك لكن بقول لفتة بسيطة. يلو. برنامج الجاي راح يكون برنامج مراجل وفي برنامج معكم اللي هو شاعر القمة. تدرون انكم انتم من النسخة جمعتوها الثنتين. شعار في القمة ومراجل اشوفها قدام عيني. بيض الله وجهك. وزيدك بالشعر بيت يقول الحسين يوم اجتمع معهم يقول الاسم هذا استوحي من افعال النسخه هذه فسمعنا البرنامج اللي بعده برنامج يا سلام يا سلام يا سلام. طيب مهدل انت شاعر وحنا كفضائيين نبي نسمع نبيك تغزل نبيك تقصد في القمر. والله القمر يا اخوي ان نشوفها من الارض ما بعد جينا من قريب. انا شفت القمر مره في ليله 15 وقلت لي بيتين قلت ليت القمر لابان ما حد يشوفه. يا سلام. احس كل الناس لابان شافوك اقول هلو كان ما بكم روف اهدي لك الورده وتهدي لي الشوك. يا سلام يا سلام. صح لسانك. اهدي لك الورده تهدي لي الشوك. شيخ مرحبا يا ابوي. شمل الكواكب سهم قاعد. احنا اسفين اذا تاخرنا عليك لكن تعرف فيه بعض النتائج فارجع لو سمحت. تستاهل امير. هلا يا هلا في كل وادي معك وقت السلطان. هني يا اخوي سوي ثاني يا اخوي فيكم التنين معكم خليكم اسمعنا بالسوالف والفوايد والنوادر والقصايد. مرحبا صار خوي مهدل. تفضل. لا ودي حبيبي. علي علي المعذره انا اسلم عليك ولا انا اتعدى السلطان.